راديو كاب اف ام، الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. المجاز مجازات مجازات، صحبة الطاهر بن أحمد على أمواج راديو كاب اف ام. الفيلسوف اليوناني هيراقليتس يقول: لا نعبر النهر مرتين، فالنهر لن يبقى نفسه وعابره أيضا لن يبقى نفسه أيضا، كلاهما متغيرا. هناك مقولة أخرى كذلك للروائي الفرنسي كلود سيمون، يقول أن الرواية بهذا المعنى ليست سرد مغامرة، إنما هي مغامرة سرد. يمكن اعتبار رواية حسون المصباحي لا نسبح في النهر مرتين هي في هذا المنحى، في منحى المغامرة السردية. هذه المغامرة فازت أخيرا بالكمار الذهبي. هذه الجائزة ورغم كل هذه الظروف نفخر بها، لأنها من سنة إلى أخرى تقيم حصيلة الإنتاج الروائي في تونس، وتفتح آفاقا أخرى خاصة للقارئ التونسي والعربي لكي يعرف ما يقرأ وما يختار. نتحدث هذا المساء وسعداء باستضافة الروائي التونسي الكبير، الصحفي المميز، المثقف التونسي حسن مصباحي. مسيرة طويلة انطلقت بحكايات بنت عمي هنية، كذلك هذا في مستوى القص، في مستوى الرواية بهلوسات ترشيش. في مستوى الحل والترحال انتقل حسون إلى أكثر من مكان، وكان صديق المكان ورفيق المكان، وكان يكتب المكان. حسون انطلاقا من قريته الذهبات العلا في ولاية القيروان، وصولا إلى تونس وبنزرت ونابل والحمامات وألمانيا وميونخ وكل العواصم، عواصم الدنيا التي زارها حسون مصباحي. بعد فترة طويلة قضاها في الشمال التونسي، بنزرت ثم الحمامات في نابل، هنا قريبا من مقر راديو كاب اف ام، يختار حسون في هذه الفترة بالذات أن يبتعد قليلا، يبتعد ربما لكي يقيم، لكي يرى، لكي يرصد هذه المتغيرات التي تحف بالتونس الوطن، ثم بهذه المنطقة العربية التي نعيش فيها. سعداء هذا المساء في راديو كاب اف ام برنامج مجاز أن نخاطب الروائي التونسي حسون مصباحي. حسون، مساء النور. مساء الخير، أهلا بك. كيف الحال؟ بخير بارك الله فيك. ألف مبروك لجائزة الكمار الذهبي حسون. شكرا. كيف تلقيت، يعني سؤال تقليدي خلنا نبدأ به الحوار، كيفاش تلقيت خبر الاختيار، طبعا خبر إعلان الجائزة؟ كل كاتب ينال جائزة لابد أن يكون سعيدا. نعم. يعني هذا لأنه يكافأ على ما فعل ويشعر أن العمل الذي قام به يجازى، هذا شيء جميل. نعم. نرجع إلى هذه الرواية، لم أطلع عليها ولكني قرأت حولها الكثير، يبدو أنها كشف حساب لهذه السنوات التي نعيشها في تونس. لا نطلب منك أن تطلعنا على فقراتها وعلى أحداثها، ولكن بشكل عام ماذا تعالج، ماذا تقترح هذه الرواية؟ في سنة 2011 بعد انهيار نظام بن علي، في ربيع 2011، نعم. أظن في شهر أبريل، نعم. يعني كنت في براغ مدعوا من معرض الكتاب ببراغ، وكان هناك الطاهر بن جلون وكتاب آخرين، وبدأنا في الحديث كيف يمكن للروائي أن يكتب عن الأحداث. نعم. فكان جواب الطاهر بن جلون أنه يمكن الرواية أن يكتب، وكتب ذلك الكتاب الذي بارلفو بالنار، نعم. عن موضوع لا يعرفه، عن محمد بوعزيزي، نعم. وهو لا يعرف ماذا حدث في تونس إلى غير ذلك، نعم. وأنا بصراحة لم أكن مطمئنا لذلك الكتاب لأنه كتاب تجاري، نعم. يعني ولكن أنا بالنسبة لي كتونسي قلت أنه لابد من وقت لكي الروائي يستحضر الأحداث ويتمعن في الأحداث، لأنه ليس صحفيا يتابع الأحداث بيوم بيوم. صحيح. ولكن بعد سنوات كنت أطبخ الرواية ويعني أتابع الأحداث في تونس،
وجاءت الفكرة بعد سنة 2018 بدأت في كتابة هذه الرواية وأنهيتها في سنة واحدة بطبيعة الحال، مستعرضا من خلال ثلاث شخصيات. يعني طبعا الروائي ليس مؤرخا ولكنه يكتب التاريخ بطريقته الخاصة، صحيح. يحضر الخيال ويعني تعبيرات أخرى. فمن ثلاث شخصيات لا تجمع بينهم أي علاقة اجتماعية أو سياسية، فقط العلاقة الإنسانية. يعني عمران المثقف الكبير الذي يختلط بالتاريخ التونسي وبالتاريخ العربي، وسليم الذي ينهار عصبيا أمام ما يحدث في تونس من أحداث يومية، أحداث عنف وإرهاب إلى غير ذلك، وعزيز الرجل الذي يريد أن يحافظ على السكينة النفسية أمام ما يحدث من أحداث. وهو والمدينة التي اخترتها هي قد تكون مدينة بنزرت، مدينة الشمال، وبنزرت مختزلة لتاريخ الجلاء والاستعمار إلى غير ذلك. وهذه الشخصيات الثلاثة، الفضاء الوحيد الذي يجمع بينهم هي أو بينها هي هذه المدينة. عمران الذي يأتي كل سنة لقضاء عطلته، عطلة السنوية متاعه هناك، وعزيز الذي هو ابن هذه المدينة، وسليم الذي يعمل في شركة للتأمين في هذه المدينة. أردت أن أغير أن العلاقات في هذه الرواية ليست علاقات وتيدة، وإنما هي علاقات إنسانية. من خلالها نتبين المشهد السياسي، المشهد الثقافي، المشهد الاجتماعي في تونس خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام بن علي. وأنت تعلم أن نحن إلى حد الآن نعيش اضطرابات ما بعد الثورة، صحيح. وهي اضطرابات خطيرة جدا. نعيش تصاعد الشعبوية، نعيش تصاعد العنف، صحيح. الإرهاب، نعيش الصراعات والنزاعات التي يمكن أن تدمر تونس من خلال ما يسمى بالديمقراطية المزيفة. الأحزاب الكثيرة، لا يمكن أن تونس ب 11 أو 12 مليون أو حتى 13 مليون تستوعب 230 حزب، كل واحد عنده حزب صغير، دكان صغير. وأنت تعلم أنه كلما تكاثرت الأحزاب، مثل ما قال الجنرال دوغول، كلما تكاثرت الأحزاب إلا وتكاثرت الأزمات، صحيح. يعني أنا أريد أن تكون تونس طبعا تعيش الديمقراطية، كلنا نحلم بديمقراطية، ولكن الديمقراطية لا تعني تعدد الأحزاب 250 حزب أو 230 حزب أو حتى 10 أحزاب بالنسبة لتونس، وهي لا تمثل بالضرورة ما يوجد من حراك فكري وثقافي واجتماعي موجود في تونس. كل هذه الأحزاب هي مجموعة من أشخاص يجلسوا مع بعض ويقولون نحن نعملوا حزب، لماذا لا يتوحدون؟ أنا أتساءل مثلا، كل هذه الأحزاب مجتمعة عندها نفس الأهداف، تدعي أو تزعم أنها لها نفس الأهداف. نحن نريد أن هذه الأحزاب أن تكف عن تمزيق تونس إلى فصائل، إلى ميزان. أنت وكأنك التعمير القديم. وكأنك عرفت المحور الثاني لي تساؤلي حسنة مصباحي، إلى أي مدى يستطيع روائي وفي تجربتك أنت أن يفصل بين الآراء الخاصة به، مواقفه، شغله كمثقف كمواطنة، وشغله كروائي ككاتب كيرصد اللحظة التاريخية ليحولها إلى عمل، إن شئنا درامي، روائي، كتابة، إلى أي حد؟ ما هي الفوارق أو الفويرقات التي تفصل، أو أن تصبح الرواية هي مجرد انعكاس للآراء الشخصية، للرغبات الشخصية للمبدع في نهاية الأمر؟ شوف، أنا بطبيعة الحال في كل عمل أنا أنتصر لأفكاري. يعني لابد من الانتصار الأفكار التي أؤمن بها. أنت تعرف مثلا نجيب محفوظ في الثلاثية العظيمة التي بدأت، التي هي البنية الأساسية للرواية العربية، صحيح. بكل المقاييس نحن نعتبر نجيب محفوظ أب الرواية العربية. ثلاثية هي انتصار للثورة البرجوازية متاع 1919 في مصر، وبلزاك انتصر للثورة البرجوازية التي أعقبت الثورة الفرنسية، وإلا المخاض الاجتماعي والسياسي والإيديولوجي الذي طبع فرنسا في القرن التاسع عشر.
زولا تبع يعني فسر أو عكس نضالات العمال الفرنسيين من أجل حقوقهم. وديكنز أيضا وكل روائي ودوستويفسكي وكل شيء. أنا أردت منها خلال هذه الرواية أن أعكس الواقع التونسي في تحولات، هذه التحولات اليومية أحيانا. نعم. الأزمات اليومية، أزمات وليست فقط أزمات اجتماعية وسياسية وثقافية، أزمات نفسية. صحيح. أنت تعلم مثلا الروائيون الآن لا يعلمون مثلا لابد أن يذهبوا كم من الأزمات النفسية التي أصابت يعني الأشخاص الذين أصيبوا بأزمات نفسية. صحيح. أدت بهم إلى الدخول إلى المساحات العقلية. نعم. لابد ما هذا هو ما هذا هو الروائي، لابد أن يبحث في هذا، مش يعمل لي كذا ويعمل لي أحداث، لا لابد من البحث. وأنا بحث الأزمات النفسية مهمة جدا لأنها تعكس انهيار مجتمع. شوف الجرائم التي تحدث الآن. نعم. شوف هذه لا تفسر بسهولة، لا تفسر بنقاش في البرلمان، لا تفسر ب هذا المجلس القومي، المجلس الأمن القومي وبخطاب فارغ من معناه إلى غير ذلك. نعم. تفسر سوسيولوجيا وتاريخيا، لماذا هذا المجتمع يعيش هذه الأزمات؟ هذا هو السؤال الأساسي، مش بالحكم بالإعدام وبغير أو بحكم بغير الإعدام، لا، لابد أن نتلمس ما يتبع المجتمع التونسي الآن، ما يعاني المجتمع الآن من أزمات ومن أمراض نفسية واجتماعية إلى غير ذلك. لماذا نحن في هذا الوضع؟ لماذا نحن في حالة إفلاس؟ لماذا نحن خائفون؟ لماذا نحن لا نرى مستقبل لنا؟ لماذا نخاف من الشهر القادم؟ أو معاش نخافوا من السنة المقبلة، ولينا نخافوا من الشهر القادم ومن الأسبوع المقبل. صحيح. هذا الروائي لابد أن يترصدها. وفي روايتي حاولت وربما نجحت في أن أستقطب اللحظات، لحظة الأزمات التي يعيشها المجتمع من خلال ثلاث شخصيات. وهذه تقنية جديدة لا نعثر لها في الرواية العربية، نعثر لها صحيح في الرواية الغربية، ولكن لا يمكن أن نعثر على روائي عربي اختار ثلاث شخصيات من خلالها يستحضر أحداث أو يحاول أن يقيم أحداث تعيشها بلده. نعم. فوكنر مثلا عمل هذا في روايته، جويس إلى غير ذلك، لكن في الرواية العربية التقنيات ما زالت متخلفة إلى حد ما. نعم. أحسن مصباحي، يعني بعد كتابة الرواية حتى ننهي هذا الجزء الخاص بالعمل الأدبي الروائي الجديد لك الصادر عن دار الأداب البيروتية الفائز بالكمار الذهبي، سياقا ومع ما كنا نتحدث فيه من الوضع العام الذي تعيشه تونس والبلدان الشبيهة بها المنطقة العربية كلها، هذه التحولات، هذه المسارات التي لا نعرف إلى حد الآن إلى ماذا ستؤدي، ولكنك كروائي، كقارئ للتفاصيل، كقارئ للتاريخ، كمترصد للأحداث من خلالها تبني حيوات مختلفة مفترضة روائيا، ولكنها في أغلب الأحيان تصادف الواقع وتتطابق معه. هذه الشخصيات ما هو مصيرها في نهاية الأمر بشكل عام؟ إلى ماذا توصلت؟ كيف خرجت من مأزق هذه الأوضاع المتداخلة لشخصياتك الروائية الثلاثة؟ شوف أنا بالنسبة للشخصية سليم، نعم، الذي ينهار عصبيا ينتهي بجنون في المساحة، وهذا يحدث. صحيح. لأنه لم يستطع يعني الصمود أمام الوقائع اليومية حتى أصبح يعيش الإرهاب في داخله نفسيا، يرى في يعيش يعيشه كوابيس. نعم. كوابيس في اليقظة وفي المنام. يعني عندما يرى مثلا نحن نعيش الآن 10 سنوات قتل وقتل وكذا. صحيح. من يعني قتل مجاني. نعم. كيف تقتل إنسان يعني مثلا رجل أمن؟ ما هي الفائدة من قتل رجل أمن مثلا؟ نعم.
ويسمى بالطاغوت وناس ساكنين في الجبال وتدفع لهم أموال لقتل كذا كذا. يعني هذه ظاهرة عجيبة وغريبة لم تحدث في بلادنا منذ يعني عصور الفتن الأولى في القرن الحادي عشر وقرن العاشر وزمن صاحب الحمار. صحيح. يعني شوف شبابنا الآن، احنا تونس مصنف الآن عن 1300 إرهابي مفتش عنهم دوليا. صحيح. لماذا؟ هذا سؤال يشغلني ويحيرني ويربكني ويخيفني. فإذا شخصية سليم هي تجسد الشخصية التونسية التي تنهار أمام الخوف، لا تستطيع أن تقاوم الخوف. نعم. عزيز الذي يحاول بكل جهوده أن يواجه الخوف بشيء من السغرة أو الدعابة السوداء ليمور نوار. نعم. يعني يحاول أن يقاوم هذا بأنه يضحك ولكن ضحكة سوداء. وعمران المفكر الذي عاش تجربة ما قبل الاستقلال تونس. نعم. ثم فر من تونس بعد الاستقلال لأنه عرف أنه تونس تتجه نحو الحكم الفردي. نعم. وهو كان يتطلع إلى ديمقراطية ولكن يعرف أن الظرف التاريخي في كل بلدان العالم الثالث بعد الاستقلال. نعم. كل الأنظمة التي نالت استقلال في العالم الثالث اتجهت نحو الحكم الفردي وأنت تعلم هذا. نعم. نعم. فهو فر إلى أوروبا ثم عاش تجربة الثورة الفلسطينية وتجربة الماركسية وبعد إذن عاد إلى ذاته وأصبح يقول أنه لا أمل إلا في الذات، أنه استجواب الذات والعودة إلى الذات ربما يعثر على أجوبة للأسئلة المحيرة الميتافيزيكية والسياسية أيضا والوجودية التي تحيره. ثلاثة شخصيات هي في المجتمع التونسي موجودة الآن. ربما أكون أنا من هذه الشخصيات، ربما يكون واحد آخر يستمع إلي، ربما من يقرأ الرواية يجد نفسه في هذه الرواية. هذا هو المهم، أن الروائي يعكس ما في المجتمع من 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 صور يعني متناقضة مجتمعة ومتناقضة، مجتمعة في أن ولكنها متناقضة، لأنه لا يمكن أن الرواية، شوف قوة الرواية في لماذا؟ نعم. لأنها لا يمكن، لأنها تستوعب التناقضات. صحيح. شوف كل رواية عظيمة، لوبير غوريو وإلا ثلاثية نجيب محفوظ وإلا اللص والكلاب وإلا موسم الهجرة إلى الشمال وإلا كل هذه الروايات فيها تناقضات، فيها شخصيات متناقضة تتصارع تتنازع ولكنها تعكس صراعات هذا المجتمع. هذا ما أردت أن أعبر عنه في يعني لا نسبح في النهر مرتين. في انتظار أختمها بهذه القولة، لا نسبح في النهر مرتين، نحن لا نستطيع أن نعيش مرتين ولا نستطيع أن نصلح الأخطاء مرتين التي قمنا بها، ولذلك لابد أن نتقبل حياتنا كما هي. نعم. هذا هو المعنى الأساسي الوجودي الميتافيزيكي. لذلك حسون عادة عمران في نهاية المطاف إلى الذهبة، أليس كذلك؟ نعم. شوف هذه رحلتي عبر العالم بدأت مبكرا، أنا هجرت إلى الشرق بحثا عن الثورة في بداية السبعينات 73. نعم. وعندما ذهبت إلى ليبيا ثم إلى دمشق ثم إلى بغداد ثم إلى بيروت أدركت أنه هناك أوهام الثورة وليست هناك ثورة، فعدت إلى تونس. نعم. ودخلت السجن في عهد بورقيبة. نعم. وبعد إذن فقت اللي لما دخلت السجن وهناك من كانوا معي في السجن أصبحوا زعماء في 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 الأحزاب. نعم. وما اكتشفته وأقولها بكل صراحة. نعم. أن هؤلاء الناس ما عندهمش ثقافة، ناس سطحيين يعيشوا على الشعارات ولا زالوا لا يزالون يعني هم في الستين وربما اقتربوا من السبعين. نعم. ولكنهم لا يزالون يعتقدون أن الشعارات هي الثورة. فأنا انسلخت وعدت إلى الكتابة. نعم. أنا بدأت مبكرا الكتابة. نعم. وقلت أنا ليس طريق السياسة ليست المكان الصالح، فعدت إلى الكتابة وأحاول من خلال الكتابة أن أعبر عن تجربة الإنسان فيها وعودتي إلى الذهبات. هي
رحلة كل مرة أنا أختار. شوف أنا رحت إلى الغرب ثم استقريت في ميونخ 20 سنة، ولما أردت العودة من ميونخ إلى تونس كثير من الأصدقاء استغربوا، قالوا لي كيفاش مش تعيش في تونس؟ قلت لهم أنا أشعر أن تجربتي في ألمانيا انتهت، لا يمكن أن تقدم لي إبداعيا، أنا كاتب لازم نعيش مع تجربتي مش نعيش مع الأوراق والإقامة والجواز وألماني وما ألماني، هذا لا أشياء لا تهمني. أنا أعيش مع الكتابة. أشعر أن تجربتي الألمانية انتهت وعدت إلى تونس، وطبعا عشت ما يسمى بصعوبات كبيرة في البداية، نفسية ومادية إلى غير ذلك، ولكني صمت وعشت في، ولكن السنوات التي أمضيتها في الحمامات كانت سنوات مثمرة جدا على المستوى الإبداعي، والمنطقة متاع الوطن القبلي يعني أفادتني كثيرا وكسبت فيها كثير من الأصدقاء الرائعين. والآن بعد تلك التجربة الآن عدت إلى المكان الأول، بنيت بيت بمالي الخاص، وهذا البيت سأضع فيه كتبي، سأضع فيه تجربتي، ترحالي، كل شيء، وأنا الآن سعيد أكلمك من هذا الفضاء الشاسع. أنا أعرف صوتك حسون مصباحي، وأعرف متى يكون صوتك سعيد ومتى يكون صوتك غضبان ومتى يكون صوتك يعني حزين، فأستشعر هذه السعادة الآن في هذا الصوت المليء بنداوة وريف قرية العلية. نعم يعني ريف جميل جدا. الآن وسط الزيتون أنا أكلمك، أسمع كلاب تنبح، أستيقظ صباحا على موسيقى جميلة، نهيق حمار، مساء أيضا ينهق هذا الحمار من بعيد. هذا هم جيراني الآن، ربما أكتب. شوف الكتابة لابد من المكان الأول. يعني كثير من الكتاب في العالم يعودون إلى قراهم في النهاية، ربما لكي يكتبوا شيء جديد، يعني الزينة من المدن. أنا عندما أذهب إلى شارع بورقيبة وأجد كل المثقفين مكدفين في نفس المقاهي يتناقشون ويتناحرون ويتنازعون حول نفس المشاكل، أقول والله لا يمكن أن ننتج ثقافة حية بهذا العبث بهذا اليوم. نعم يومي قاتل. نعم بالفكر وباللغة. صحيح صحيح. أنا أريد أن أعيش هذه التجربة، ربما تساعدني على أن أكتب شيئا جديدا. أنا على يقين من ذلك. حسون المصباحي، لي سؤال أخير من وسؤال قادم إلي من واشنطن من منعم. نعم منعم وهو ابن هذه القرية. نعم هو يبلغك وهو قريبي أيضا. نعم يبلغك تحية. وزوج ابن أختي. نعم هو الآن يتابع الحصة على المباشر حول على الستريمينج بالبث المباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو كابا فام، ويسأل سؤال. أنا على كل حال يقول أين تجد نفسك، في شخصية مصطفى سعيد أم الطيب صالح؟ طيب صالح من الكتاب الذين كان لهم تأثير كبير. نعم. علي. صحيح. ومصطفى سعيد شخصية عظيمة من الشخصيات التي طبعت الأدب العربي المعاصر. نعم. فربما أنا أكون ذلك مصطفى سعيد الذي عاد إلى القرية، ولكن لن أموت يعني في نهر النيل، لن أنتحر. نعم. سأواصل الكتابة ولن أكون مصطفى سعيد المنتحر، سأكون مصطفى سعيد الذي يواصل الكتابة في الريف. نعم. تحياتي لمنعم المبروكي من واشنطن، وتحياتي لابنة أختي شيرين العزيزة علي. نعم. والتي تتابعني يوميا، وتحياتي لهم جميعا. تحياتي كذلك، وأنا نعرف عدد كبير من المتابعين وقراء حسون مصباحي والمنتصرين لكتابات حسون مصباحي، واللي كلمونا ورسلونا عبر البريد الخاص براديو كابا فام، تحية لهم. شكرا للكاتب التونسي الكبير حسون مصباحي، شكرا لأنك أعطيتنا الوقت هذا باش نحكيه فيه، وباش نقولوا لك مبروك مرة أخرى على نيلك جائزة الكمار الذهبي في صنف الرواية هذه السنة. شكرا حسون مصباحي، تصبح على خير. راديو كاب FM الإذاعة الأولى في الوطن القبلي.